فيروس سارس كوف 2 هو الفيروس المسؤول على مرض كوفيد 19. هو فيروس من عائلة ديال كورونا فيروس، يعني فيروس كيصيب الجهاز التنفسي. المجتمع العلمي حاليا كيحاول ما امكن انه يلقى علاج لهذا المرض ويلقى لقاح لهذا الفيروس. باش نغلبوا واحد العدو خصنا نشوفوه، وباش غنشوفوا هذا العدو عن طريق العلم خصنا نعرفوا نقاط الضعف ديالو ونقاط القوة ديالو، باش نحاولوا ما امكن اننا نهجموا نقاط الضعف ديالو ونحاولوا ما امكن اننا نعالجوا الاضرار الناتجة على هذا الحرب. من خلال هذه المعطيات ومن جهتنا كفريق بحث مغربي تحت الاشراف ديال الاستاذ الادريسي عبد السلام من جامعه نيويورك والاستاذ سعيد ايت بن علي من جامعه قاضي عياض بمراكش، يعني من خلال جوج ديال المختبرات في الولايات المتحده الامريكيه ومختبر في روسيا للبحث العلمي، كنحاول ما امكن نفهموا العلاقه ما بين هذا الفيروس والجهاز العصبي، اي كيفاش هذا الفيروس يقدر ياثر على الجهاز العصبي بشكل او باخر، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، على المستوى المتوسط، المستوى القريب والمستوى البعيد. اي اننا نحاول ما امكن نجاوب على السؤال ديال واش هذا الفيروس كيصيب الجهاز العصبي، اي انه واش كيؤدي لبعض الامراض ديال الجهاز العصبي، واش يقدر يوصل للدماغ ويقدر يدير واحد الضرر مباشر في الدماغ، وشكون هما يعني المخلفات اللي يقدر تصيب المريض يعني من بعد المستوى البعيد على مثلا 10 سنين و 20 عام، والعلاقه ما بين هذه الاستجابه المناعتيه ضد هذا الفيروس وبعض الامراض المزمنه مثل مرض الزهايمر، مثل مرض الباركنسون، مثل مرض السكليروز اون بلا. البحث العلمي، مشروع البحث العلمي ديالنا هو مبني على ثلاثه المراحل. المرحله الاولى اللي هي جمع المعطيات، اي اننا نحاول ممكن اننا نحللوا المعطيات اللي كاينه حاليا، اي اننا نفهموا هذا الفيروس ونفهموا يعني لا جينوتيب ديالو ونفهموا الشق الوراثي ديالو، نحاول ما امكن اننا نشوفوا النقط ديال التقارب والنقط ديال التقاطع ديال هذا الفيروس وبعض الفيروسات اللي حنا كنعرفوها جيدا، نفهموا الاعراض ديال الجهاز العصبي عند المرضى ديال كوفيد 19 في العالم كامل وفي المعطيات المتاحه، وهذا غيوصلنا للنقطه ديال اننا نستنتجوا واش هذا الفيروس كيقدر يوصل للدماغ مثلا، وشنو هما الاعراض وشنو هما يعني الطريقه والميكانيزم اللي كيدير باش يعطينا مثلا التهاب ديال الدماغ ولا التهاب ديال السحايا او بعض الامراض الاخرى. المرحلة الثانية هي المرحلة ديال الدراسة على الحيوانات، غنحاول ما امكن اننا نشوفوا الاستجابة المناعتية ديال الحيوانات ضد هذا الفيروس، ونشوفوا كيفاش هذه الاستجابة المناعتية قدرت تأثر على الدماغ في هذه الحيوانات، ونحاول ما امكن يعني اننا نشوفوا التشابه ديال هذه الاستجابة المناعتية وهذه الاستجابة المناعتية اللي في هذا المرض والاستجابة المناعتية في بعض الامراض الاخرى اللي كتعطينا بعض الامراض المزمنة على المستوى البعيد. يعني هاد المعلومات كامله غادي تنفعنا يعني في ايجاد يعني واحد العلاج يعني فعال ديال هاد، باخذ الاعتبار بانه الدماغ والجهاز العصبي راه يقدر يتاثر، يعني اننا باش نحاول ما يمكن نزيدو نحميو الدماغ، نزيدو نفهمو يعني ونحاول ما يمكن اننا نتوقعوا الامراض اللي يقدر يسببها هذا الفيروس على المستوى البعيد، ونحاولوا نوجدوا ليها ونحاول ما يمكن اننا نديرو ان ديبيستاج ديال هاد المرض.